بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. حلقة مختلفة، حلقة فيها كلام كتير جدا لأنها حلقة سوبر المحلي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. النادي الأهلي بطلا للدوري العام المصري ونادي الزمالك بطلا لكأس مصر. مباراة إن شاء الله الكل يتوقع أن تكون واحدة من المباريات الجميلة اللي هنستمتع بيها إن شاء الله كأهلوية وكشعب مصري بالكامل. الحقيقة الكل ينتظر ماذا سيحدث في مباراة غدا إن شاء الله، مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. الحقيقة قبل بس ما نتكلم عن المباراة، وإن شاء الله بكرة عامل لكم مفاجآت كثيرة جدا إن شاء الله، وبعض التقنيات كده اللي هتبتدي خلال الفترة القادمة نعملها على شاشة قناة النادي الأهلي. ولكن قبل بس ما أتكلم في أي شيء، عايز أقول لحضراتكم لا تلتفتوا إلى الإشاعات، لا تلتفتوا إلى الإشاعات، بمعنى خناقة رمضان صبحي وكهربا وأحمد فتحي أعتقد، وثلاث أرباع الفرقة اتخلقت مع بعض يا جماعة من امبارح أو في الساعتين اللي فاتوا. مش ممكن، يعني مش ممكن ثلاث أربع ساعات فريق النادي الأهلي كله اتخانق مع بعض، وإسلام اتخانق مع أحمد فتحي، وأحمد فتحي اتخانق مع رمضان، ورمضان اتخانق مع كهربا، وأليو بادجي اتخانق مع أليو ديانجو. خلي بال حضراتكم من مثل هذه الأمور، أنا دائما ما أحذر أن مثل هذه الأمور دائما ما بتطلعش غير قبل المباريات الهامة جدا. خدوا بال حضراتكم دائما، أنا عارف أن جمهور النادي الأهلي كله جمهور واعي، أنا عارف أن جمهور النادي الأهلي كله عارف قد إيه ان كميه الاشاعات اللي هتطلع. وانا قلت لحضراتكم خلال الشهور الشهرين ثلاثه اللي فاتوا ان دايما قبل اي مباراه مهمه، لان اللي مش عارف يكسبك في الملعب فعايز يكسبك من بره الملعب علشان يؤثر عليك بشكل او باخر. من ضمن الاشاعات اللي بتحصل اشاعات كتيره جدا جدا بنسمعها بجد، انا يعني بأفاجأ بكم التليفونات الناس اللي بتكلمني بتقول لي يا كابتن اسلام هو فعلا حصل؟ لا يا جماعه ما حصلش. يا جماعه هو هل في ممكن يحصل موقف زي ده قبل مباراه كبيره زي دي؟ بعيدا عن اي اسم من الاسماء اللي بتتقال، هل في ممكن لاعب داخل النادي الاهلي حضراتكم سمعتوها قبل كده؟ حضراتكم شفتوها قبل كده؟ كل الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي عارفين كويس جدا جدا قيمه هذه المباراه، وعارفين كويس جدا جدا قد ايه ان هذه المباراه مهمه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي وبالنسبه لكل الجمهور العربي بالكامل وكل جمهور افريقيا. الكل بينتظر مباراه الاهلي والزمالك دائما، كلاسيكو العرب الكل دائما بينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراه. فهل تفتكر حضرتك ان في لعيب واحد من كباتن الفرقه مثلا زي احمد مثلا، يعني انا بقول انا مش عايز اقول اسماء معينه، ولكن اكس من اللاعبين يكون عنده، يعني هو منتظر قبل الماتش ب 24 ساعه علشان يتخانق مع فلان مع اسلام مثلا؟ يا جماعه الكلام ده لا يعقل وما ينفعش ان حد يصدقه، كلام في منتهى عدم المنطقيه. هو ده اللي انا اقدر اقوله على شاشه قناه النادي الاهلي، لكن هو كلام غير منطقي بالمره، غير منطقي. ممكن بعد الماتش يا جماعه على فكره لو لا قدر الله ممكن تلاقي ايه اسلام شد مع بركات، وبركات شد مع جمعه، جمعه شد مع ابو كده، الحاجات الطبيعيه اللي بنشوفها في كل حته. ولكن قبل المباراه ب 24 ساعه، وانا متحمس جدا الحقيقه النهارده للكلام ده، او متحمس ان انا ارد. كل الناس بتقول لي ما تتكلمش في هذا الموضوع، لا هتكلم ولازم اقول ولازم اوعي جمهور النادي الاهلي اللي هو واعي اصلا لمثل هذه الامور. انا متنرفز جدا لانه بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيكلمني مبسوطين قوي، بالمناسبه مبسوطين قوي من اللي يعني عارف حضرتك لما بتكذب الكذبه وتصدقها. بصوا حضراتكم ده حاجات النهارده حصلت بالمناسبه في الساعتين ثلاثه اللي اتقال فيهم مثل هذا الكلام. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام اللي بيحصل، شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. عموما طب تعالى لي احنا اللقطات دي معانا، المهم ان احنا نشوف ماذا يحدث على ارض الامارات العربيه المتحده من خلال زميلنا كريم زميلنا كريم احمد كالعاده دائما يقول لنا كواليس ما يحدث في الامارات. وزي ما قلت لحضراتكم هنسمع كلام كتير جدا جدا من امبارح للنهارده. ايه ده؟ اقسم بالله في الساعتين ثلاثه اللي فاتوا، في الساعتين ثلاثه اللي فاتوا الكلام اللي انا بقوله ده فجاه لقيت تليفونات 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 تليفونات. وطبعا كل اللي بيكلمني
يعني كلهم ما بيشجعوش النادي الاهلي بالمناسبه، او معظمهم ما بيشجعش النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس جدا ان الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا انت مش عارف تكسبني في الملعب، هحاول لكن مش هتعرف، صدقني حضرتك مش هتعرف تؤثر بشكل او باخر على لعيبه النادي الاهلي او على حتى جمهور النادي الاهلي، مش هتعرف، لانه في النهايه الامور واضحه جدا جدا جدا، كل الامور قد ايه ان الكذب ملوش رجلين، قد ايه ان الكذب ملوش رجلين. لكن عموما انا مش عايز اتكلم في المواضيع دي كتير، انا عندي مباراه مهمه وعايز اركز في المباراه، وعايزين ننظر الى المباراه، وعايزين نشوف زي برضو خلي بال حضراتكم اللي بيحصل ايه. هو كريم جاهز يا شباب ولا لا حالا؟ يعني اخش في حاجه تانية. طيب يعني انا اللي عايز اقوله لحضراتكم، انا لسه هتكلم مع حضراتكم في موضوع هام اخر لغايه لما نستقبل ضيفنا الاول. والنهارده بالمناسبه عندي حلقه خاصه جدا، في الفقره الاولى هيكون معايا واحد من المحللين الكبار الحقيقه، كابتن تامر بدوي، هتكلم معاه تحديدا عن حاجات كتيره جدا تخص المباراه، وحاجات كتيره جدا تخص النواحي الفنيه في المباراه. احنا مع حضراتكم النهارده من الساعه 9، من الساعه 9 لغايه الساعه 12 هننقل لحضراتكم امور كثيره جدا. في الفقره الثانيه هيكون معايا واحد من المديرين الفنيين الكبار جدا، واحد من المديرين الفنيين اللي قادوا النادي الاهلي لبطولات البطولات الافريقيه، ولعب سوبر محلي ولعب سوبر افريقي ولعب ولعب نجم الكبير كابتن محمد يوسف. هنتكلم معاه برضو في موضوع مباراه السوبر بقى والامور الداخليه، وبتتكلم بتتعامل ازاي مع اللاعبين والامور دي هتبقى ماشيه ازاي. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا في هذه الامور، خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من الامارات العربيه المتحده يقول لنا ماذا يحدث في الامارات. اتفضل يا كريم.